بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم ماده الكنترول سيستم. هنكمل الشابتر الخاص بموضوع التايم دومين. كنا اتكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت، وقدرنا نقسم الكلام ده على ثلاث اجزاء، اللي احنا نبدا نتكلم على الفيرست اوردر والسكند اوردر والستيدي ستيت ايرور. فبالتالي عرفنا ان احنا عندنا حاجه اسمها السيستم اوردر، وعرفنا عندنا حاجه اسمها السيستم تايب. قدرنا ناخد عليها مجموعه من الامثله في المحاضره اللي فاتت. النهارده هنبدا نكمل ونبدا نكمل موضوع التايم دومين بالنسبه لنا، ونقدر ناخد فكره كده ازاي هنبدا نشتغل على اول نوع بتاعنا، هو عباره عن الفيرست اوردر. قبل ما نخش على موضوع الفيرست اوردر، كان احنا عندنا ان ده السيستم اللي عندنا، فبالتالي داخل له انبوت وخارج منه اوت بوت. الانبوت كان عباره عن ايه؟ احنا قلنا ان ده عباره عن السيجنال، الاشاره اللي عندك. فهيبقى عندك شكل الاشاره، لو احنا مثلا فرضنا ان ده عباره عن الستيب، والاوت بوت عباره عن الريسبونس اللي خارج، وشكل الريسبونس بتاعك في نوع من الانواع الريسبونس اللي هو عباره عن الصوره اللي قدامنا دي. لو احنا عرفنا هنا ده عباره عن الستيب، وعرفنا ان احنا كمان عندنا كذا كذا نوع من الانواع الخاصه بالاشاره اللي داخله، والاوت بوت اللي هو عباره عن السي اوف اس والخارج، بيكون الشكل بتاعنا بالصوره دي. بالتايم ريسبونس عندنا بينقسم الى جزئين اساسيين. الجزء الاولاني هو عباره عن الجزء الخاص بالترانزيانت، والجزء الثاني عبارة عن الستيدي ستيت. يبقى نقدر نقول احنا عندنا الاوت بوت بتاعنا اللي هو عبارة عن السي اوف تي بيساوي مين؟ بيساوي السي تي اوف تي، حيث دي عبارة عن الترانزيانت زائد السي اوف اس او السي دبل اس اوف تي، ده عبارة عن الستيدي ستيت. ده عبارة عن مين؟ ده عبارة عن الاوت بوت او الخارج اللي عندك اللي طالع، او الريسبونس اللي خارج بالنسبة لك. طيب الكلام ده بنبدأ نشتغل على اول حاجة من الانواع اللي عندنا، هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن الجزء الخاص بالفيرست اوردر. الفيرست اوردر اللي عندنا بيكون ليه صورة عامة من الصور الأساسية بالنسبة لنا. زي إيه؟ زي الصورة اللي قدامنا دي. قال لك إن الفيرست أوردر، يبقى نقدر نكتب هنا ذا فيرست أوردر سيستم، أو نقدر نقول الديفرنشال إيكويشن. الديفرنشال إيكويشن عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ T الواي دوت اوف تي زائد الواي تي بتساوي الكي في الار اوف تي. ده ايه؟ ده الصوره العامه بالنسبه لمين؟ ليه؟ بالنسبه للفيرست اوردر. تعال نعرف شويه مسميات بالنسبه لنا. اول حاجه التي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن التايم كونستانت. الكي عباره عن مين؟ عباره عن الدي سي جين. ال R of T هي عبارة عن مين؟ عبارة عن ال input اللي عندك، الإشارة اللي داخلة. طب ال Y ال Y ال Y of T ده عبارة عن مين؟ عبارة عن ال output. طب تعال نظبط الشكل اللي عندنا بالنسبة لنا. المعادلة بتاعتنا في ال differential equation بالمنظر ده، لو احنا خدنا هنا عملنا لابلاس ترانسفورميشن، نبدأ نحولها من التايم دومين إلى ال S دومين، هتبقى بالصورة دي. ال T في ال Y of T، يبقى أنت عندك هنا ال T S في ال Y of S زائد ال Y of T، هتكون عبارة عن ال Y of S بتساوي ال K في ال R، هتبقى ال R of S. ده كده بالنسبة لنا الصورة اللي عندنا. طب تعالى ناخد عامل مشترك، يبقى أنت عندك هنا ال T of S زائد الواحد في ال Y of S بتساوي مين؟ بتساوي الكي في الار اوف اس. يبقى اقدر اطلع مين؟ اقدر اطلع الاوت بوت على الانبوت. الاوت بوت على الانبوت بيساوي ايه؟ بيساوي الكي على
ال تي اوف اس زائد الواحد. يبقى كده المعادله بتاعت مين؟ بتاعت الفيرست اوردر. طب لو انا عايز اعرف الريسبونس بتاعي عباره عن ايه، او الخارج بتاعي عباره عن ايه، يبقى الواي اوف اس بتساوي الكي على مين؟ التي اوف اس زائد الواحد. الكلام ده مضروب في مين؟ مضروب في الار اوف اس، او الاشاره اللي داخله اللي عندك. فبالتالي تقدر تعرف الريسبونس بتاع السيستم اللي عندك. خلي بالك احنا بنقول ايه؟ بنقول ان اللي انت وصلت ليه الصوره دي، الصوره دي ده عباره عن مين؟ ده عباره عن المعادله الخاصه بالفيرست اوردر. لازم تكون عارف الصوره بتاعتها، لازم تكون ان التي قدام الاس، وهنا في واحد، وهنا في القيمه بتاعت الكي، او تبقى انت عارف القيمه بتاعت الكي. يبقى نقدر نختصر الكلام ده، اللي احنا ده عندنا هنا بقى عندنا مين؟ عندنا الستاندر، الستاندر فورم بالنسبه لمين؟ للفيرست اوردر. تعال ناخد مثال. المثال بيقول لك اللي انت عندك هنا الجي اوف اس بتساوي 10 على 3 اس زائد الواحد. المطلوب نحسب ايه؟ المطلوب هات لي قيمة الكي وهات لي قيمة التايم. أول حاجة بالنسبة لي في الشكل قدامي ده، ده عبارة عن مين؟ ده عبارة عن الصورة بتاعت الفيرست أوردر. يبقى أنا لازم أكتب جنبها كده مين؟ الصورة بتاعتي اللي أنا عارفها، اللي هي عبارة عن الكي على التي في الإس زائد الواحد. دي الصورة الأساسية بتاعتي، وأقدر أقارنها ما بين الاتنين. أول حاجة هشوف إن القيمة اللي قدام الإس بكام، واشوف هنا اللي قدام الكي بكام. يبقى انا تقدر اطلع القيم بتاعتي. يعني هنا المساله في كل بساطه جدا، الكي بتساوي 10 والتي بتساوي 3 سكند. ده كده مثال. المثال التاني، تعال ناخد مثال تاني. قال لك ان الجي اوف اس بتساوي 3 على الاس زائد الخمسه. هروح اقارنها بالشكل اللي عندي، الكي التي اس زائد الواحد. طيب اللي قدام الاس هنا بكام؟ هنا قيمته بواحد. بس خلي بالك لازم تكون الخمسه دي قيمتها بكام؟ لازم بالنسبه للقانون الصوره العامه لازم تكون بواحد. فبالتالي اقدر اقسم المعادله بتاعتي كلها على كام؟ اقدر اقسم المعادله بتاعتي كلها على خمسه. يبقى اذا قيمة الكي اللي هو طالبها هتكون عبارة عن مين؟ عبارة عن 3 على الخمسة. ليه 3 على الخمسة؟ لأن قسمت بوسط ومقام. والتي بتاعتي هتكون عبارة عن كام؟ 1 على 5 سكند بالنسبة لي. أنا عملت ليه كل ده؟ عشان أوصلها للصورة اللي قدامي. يبقى احنا كده بالنسبه لنا في الفيرست اوردر قدرنا نعرف ازاي نبدا نجيب القيم بتاعت الكي والتي. طيب لو هو ادالك بقى هنا ايه؟ لو اداك بقى هنا ان اداك بقى قيمه الانبوت، او الاشاره اللي عندك اللي داخله، سواء بقى هتكون عباره عن امبلس او هتكون عباره عن ستيب، وتبدا تشوف شكل الريسبونس بتاعها هيكون عامل ازاي. طبعا الكلام ده بنبدأ نعوضه ونبدأ نشتغل عليه عشان نقدر في الآخر نرسم شكل الكيرف بتاع الريسبونس بالنسبة لنا. احنا نكتفي بالجزء بتاع النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في أجزاء أخرى ونبدأ نكمل الجزء بتاع السكند أوردر ونبدأ نشتغل عليه.